سلمان واحد السيد اللي هو مسالم وظريف ولكن كيوقعوا له بزاف المشاكل عايش في عالم اخر ديالو هو سلمان اللي مبلي بواحد البليه اللي غنكتشفوها في المسلسل هو غنخليوه انت نكتشفوها في المسلسل. فالشغل على الشخصيه كان الشخصيه صعيبه كانت صعيبه عليا بزاف يعني اشتغلت عليها كثير مشيت قلبت على ناس اللي فيهم هذيك البليه جلست معاهم فكاين شي حويجات اللي جداد عليا ولكن الشغل مع زكية الطاهري والاداره ديال هالممثلين ولا لاحظتوا في بدايه ديال هذه الحلقه جميع الممثلين عندهم شخصيات جديده كل واحد ما عمره لعب هذيك الشخصيه فزكية الطاهري كانت الاداره ديالها مزيانه وعطتنا واحد الحب زائد ان ديك المدينه اللي اشتغلنا فيها واحد المدينه اللي زوينه بزاف اللي هي بجعد ما كيعرفوهاش الناس بزاف مدينه اللي فيها واحد الروح زوينه وجلسنا في هذيك المدينه واحد المده ديال 3 شهور حتى ولاو الممثلين كلهم عائله واحده هذا كامل اللي جمعناه كامل المدينه وزكية الطاهري والممثلين عطانا واحد الحب اللي من خلاله بغينا المشاهد يوصل ليه كنتمنى المسلسل ينجح كيف حنا ويدوز كيف حنا مخيلينه في راس ديالنا. بزاف ديال القطاعات ضروا حتى يعني لي برودكسيون ضروا واحد الوقت ولكن القنوات المغربيه فخرجوا القرار باش الناس تخرج تصور مع اخذ الاحتياطات. فالمسلسل ديال الصلاه والسلام يعني المخرجه ولو ان كانت متشدده في باش ديك الشخصيه اللي كاتبه تعطيها ليها كانت متشدده في البلاطو ديال التورناج يعني لو جيل الماسك التباعد ما بين الممثلين حتى الفيغوراسيون فاش تصور فاش كيجيو يصوروا ما كنصوروش معاهم خدات دي بلون اللي باش نكونوا بعاد حتى هما يكونوا بعاد يعني حماتنا وحمات لا فيغوراسيون زائد ان المدينه اللي صورنا فيها اللي هي بجعد ما كانش فيها حالات كثيره وحتى الناس والمواطنين اللي تما كانوا واخدين الحرص ديالهم ضروا الناس ديال المسرح ضروا بزاف لان كاين بزاف ديال خريجين المعهد ولا اللي كيشتغل غير في المسرح دابا ما خدامش يعني خص وزاره الثقافه تحرك وتفتح المسارح كيف فاتحه المقاهي فرقة المسرحيه راه غد في اثناء التدريب ولا اثناء العرض راه غتاخذ الاحتياطات ديالها وغادي تكون يعني لما لا نقدموا نوع جديد في ظل هذه الجائحه يتقدم نوع جديد من المسرح اللي نشوفوه فوزاره الثقافه خصها تفكر لهاد الناس اللي كيديروا المسرح وخصها تفكر لهاد الدومين وتحل لنا المسارح وتحل لنا السينمات. عندي بطاقه الفنان في جيبيك معمره ليا البزطان لان من نهار خديت الاولى مع ملي خديتها كنا خديناها في مجلس النواب مع المرحومه توريا جبرا الله يرحمها درتها في البسطام ديالي مشى لها داك الماغون كان فيها الماغون ومشى دابا خديت وحده زرقاء بدا كيمشي لها ديك الزروقيه حيت دائما في البسطام حدا لا كارت ناسيونال كنجبد لا كارت ناسيونال بزاف وهي ما عمرني احتاجيتها قالوا لي بان لو بغيتي تسافر في الترانكين واحد لا غوميز ولكن علاش كتصلح باقي ما عرفتش علاش كتصلح. كاين واحد المنتج اللي كلاني في رزقي والله يسامح ليه ولا كان هذوك الفلوس اللي خداني غيديروا ليه شي حويجات راه غناخذهم ليه زعما غير يكون هاني هو راه عارف راسو دابا ملي كنهضر واحد المنتج اللي اشتغلت معاه واحد الكبسولات باقي كنتسالو شي حاجه وبقى ما بغاش عطاها ليا والله يسامح ليه. تنفيذ الانتاج ما نعرفش ناخذ الفلوس من عند جهه لان كتعرفي بان القنوات التلفزيونيه هي المنتجه وكاين منفذ الانتاج والمركز السينمائي هو المنتج وكاين منفذ الانتاج ما نعرفش لا. كانت عندي انا بوسيبيليتي باش نهاجر انا في الصغر ديالي لان الاب ديالي هو مهاجر في فرنسا وكان عندي هذا ولكن الحب ديالي لهذ البلاد والحب العائلي وداك الشيء اللي خلاني ما عمرني نفكر نهاجر يمكن نهاجر باش نشتغل يعني في الميدان الفني الا جاني شي فيلم ولكن باش نهاجر ونستقر في شي بلاد ما عنديش هذه الفكره زاديت هنا وان شاء الله الا كتب لي راه غادي نموت هنا. وهو الفيسبوك والانستغرام ما كانش عندي هذه الفكره يمكن واحد الجيل ديالي اللي ما تجاتش وسائل التواصل الاجتماعي فدابا ولا شر لابد منه. هو صعيب باش تجيري وتلوح تصاور وتكون عندك لو كونتاكت مع الناس اللي كيدخلوا عندك للصفحات هو صعيب ولكن انا بديت هذه واحد السنه بديت انا مره كنلوح تصاور
هذا دوك اللي كيشطبوا كيغسلوا كيبني راسها في الكوزينه وكيطيب وداك الشيء راه المشكل ماشي ديالها، المشكل ديال المتابعه اللي عندها بزاف. الا كان روتيني اليومي وهذيك السيده تافهه راه الناس ما خصهاش تتبعها، لان ما خصهاش تتبعوا التفاهه. هذوك الناس ما عندهم ما يقدموا لينا. كتغسل الطبسيره كلشي كيغسل الطباسل، زعما علاش غادي وحده كتغسل الطبسيره ولابسه شوميز دو نوي وكتورينا في المفاتن ديالها الا كانوا مفاتن؟ علاش زعما؟ ما فهمتش علاش غيتبعوها الناس، ما عرفتش. كان عندي امنيه وحده اللي ما تحققتش ليا، كان الامنيه ديال نلعب مع المرحوم البسطاوي، ولكن مع الاسف هو صديق ديالي والله يرحمه في هذا النهار وصديق ديالي، ولكن ما عمر كتب ليا لعبت معاه. ولكن من بعد جا خويي ولعبت مع خويي، لعبت مع بزاف ديال الممثلين المعروفين في المغرب، وهذا شرف ليا نلعب معاه. ممثله كاين بزاف ديال الممثلين، ولكن الممثله اللي نتمنى نعاود نلعب معاه هي هدى الريحاني. كنشكركم بعدا على هاد الجلسه الزوينه، وكنقول للجمهور باش كنشكرهم بزاف، لان بلا بهم هما حنا ما كاينينش. وكنقول لهم تفرجوا في الصلاه والسلام كل الاربعاء من بعد الاخبار الرئيسيه على شرق القصمين، مسلسل زوين كاين فيه جوج حلقات كل الاربعاء.